السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يا ربي كام تكونوا بخير وعلى خير وتكون أموركم بأحسن أحوال. نرحب بكم كاملين في القناة لو باني دو سيما، ونشكركم كاملين كما راكم، سواء المشتركين اللي كانوا معايا من قبل ولا اللي التحقوا بينا واللي يشوفوا اول مره في القناه. كنقول لكم ابونيفو وضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كامل الجديد. ان شاء الله القناه راهي متنوعه، فيها لي بون بلون، فيها مواضيع اجتماعيه هنا في فرنسا، يعني فيها ان بو دو تو. لا فيديو تاع اليوم ان شاء الله راح تكون تكمله لا فيديو اللي كنت هضرت عليها على المساعدات للمراه الحامل، يعني كي تكون حامله وشنو يعني عندها الحقوق تاعها، يعني وشنو الحوايج اللي تقدر يعني كديرهم وفات كتستفد منهم، يعني ويكونوا 100% رومبورسي بار لا سيكوريتي سوسيال ولا لا ميتوال. وثاني راح نجاوب يعني على بعض الأسئلة اللي كانت طرحت لي في الفيديو الأولى. نجاوب دابور على بعض الأسئلة، ومن بعد نكملوا الجزء الثاني تاع المساعدات هذوما. مقبل ما نبدأ ثاني الفيديو، حبيت بك نسأل ربي إن شاء الله يا ربي يرحم أختنا أم سالي اللي عندها قناتها الطبخ. ان شاء الله ربي يرحمها ويجعلها من اهل الجنه ويصبر اهلها وليداتها وزوجها. مولا هذا الخبر اثر فيا بزاف رغم اني ما نعرفهاش بزاف شخصيا هكذا، يا ولا غير يعني كي سمعت بالخبر الوفاه تاعها، يعني دخلت القناه تاعها تاثرت بزاف. راكم عارفين الموت صعيب، يعني الانسان يروح وما يوليش. يعني بك كيما نقولوا البارح كانت معانا، كانت تبارطاجي معانا لي غوسات تاعها، واليوم ما كاشها. يعني حاجه يعني تاثر بزاف في الانسان. ان شاء الله يا ربي بك يجعلها من اهل الجنه، والعشان تاعها يعني كتكون صدقه جاريه ليها، لانه الانسان كيموت يعني كينقطع كل شيء للعمل تاعو الصالح. ان شاء الله يا ربي كيكون صدقه جاريه. راح نرجع للموضوع تاع اليوم على المساعدات للمراه الحامل. كما قلت في الفيديو اللي فات انه بعد نهايه شهر 5 وبدايه شهر 6 من الحمل، العلاج هنايا في فرنسا يعني كيكون مجاني، سواء اذا كنت زعما رحتي للطبيب ولا شريتي دواء. بيان سور الدواء هذا كيكون رومبورسي، يعني راح هذيك لا فيزيت تاع الطبيب راح تكون 100% رومبورسي، وهذاك دواء ثاني راح يكون 100% رومبورسي. في لا دانيير فيديو هضرت على لي بات كونتونسيون. دونك لي بات كونتونسيون هذوما يكونوا 100% رومبورسي. بيان سور لازم الطبيب تاعكم ولا لا جينيكو هي اللي تكتب لكم اوردونونس باش تكون 100% رومبورسي. يعني اذا رحتوا بك هكذا عند لا فارماسي ماهوش رومبورسي، لازم لوردونونس تاع الطبيب. وثاني راح نجاوب على السؤال، انه كان طرح لي يعني هذا السؤال كان متكرر، وعلاش ما درتش لو سويفي تاع لا غروسيس في لوبيتال، يعني وعلا خيرت كما كنت اذا شفتوا لا بروميير فيديو يعني ما بين جينيراليست وجينيكولوج. هو صراحة أنا ما كنتش عارفة أنه يمكن المستشفى يدير السويفي تاع لا غروسيس، ما كنتش عارفة نهائيا. هو كاين سيغتان زوبيتو، يعني بعض المستشفيات يشدوا السويفي تاع لا غروسيس يعني من البداية. أنا صراحة ما كنتش عارفة، ويعني خير ديركتومون لا جينيكولوج. وثاني اللي صراحه لا جينيكولوج يعني كانت كيما قلت لكم في الحمل، يعني كاين 3 ايكوغرافي، مي انا لا جينيكولوج اللي اخترتها يعني كانت دير لي دي زيكوغرافي اون بلوس، يعني في لو 4ييم موا في لو سوزييم، يعني كانت دير لي يعني تقريبا يعني شاك شهر كدير لي ليكوغرافي. بيان سور ماشي هي اللي حبت، ولكن انا اللي حبيت لانه كنت بزاف خايفه في فتره الحمل. سورتو يعني كانت تاخر يعني الحمل تاعي الاولاني، يعني كانت
باش نكون اونسانت يعني تاخر الحمل، وكنت خايفه من لافوسكوش. يعني انا اللي طلبت من جينيكو باش دير لي ديزيكوغرافي، يعني ماشي كل شهر يعني كل شهر، ولكن كيما راني شفا درت في شهر 4، يعني درت في شهر 5، درت في شهر 6، درت في شهر 7، يعني تقريبا من شهر 4، يعني كان تقريبا كل شهر. هذا كان من الاختيار تاعي بيان سور. لي زيكوغرافي يعني حتى كيما قلت لكم وصلت لشهر 6، يعني باش بدات تولي فريمون 100% روم. وحنا عندنا في ليون ماشي كامل لي زوبيتو يقبلوا لو سويفي تاع لا غروساس من بدايه الشهر. باغ اكزومبل لوبيتال، اذا ما نعرف اذا تعرفوه، لوبيتال ليون سود، بالنسبه للناس اللي يسكنوا هنا في ليون، يعني كيقبلوا حتى من شهر 7. يعني كي توصلي شهر 7 هما يقبلوا باش تكملي السويفي تما. واش لازم؟ هو لازم كتسجلي باغ انترنت، تسجلي يعني تكتبي الاسم تاعك واللقب، وتكتب يعني لا دات تاع ديبي دو غروساس، وهما راح يتريتيو دوسي تاعك. ومن بعد كديري لو سويفي تاع لو 7 موا. وثاني نصيحه اللي نعطيها لكم، كي تخيروا لوبيتال بور لاكوشمون، هو كاين سيغتان زوبيتو اون فات ما عندهمش الامكانيات عاليه. امكانيات عاليه واش معناتها؟ يعني لا قدر الله لو صرا اي حاجه، يعني ما يقدروش، ما عندهمش الامكانيات يبعثوكم ان اوتر اوبيتال. باغ اكزومبل انا لوبيتال اللي قريب ليا هو يدي لو سويفي ميديكال، وفات لو سويفي تاع لا غروسيس من بدايه الشهر، ولكن لو قدر الله زعما كيصرا شي حاجه يبعثوك لوبيتال العالي. يعني لوبيتال اللي رحت ليه انا في ما بروميير غروسيس كان لوبيتال عالي، راني شفا بك. المهم تبقى ليكم ثاني عندكم ان فيزيت للدونتيست، يعني غراتويت، الي بريزون شارج بار لا سيكوريتي سوسيال، هي 100% رومبورسي. راكم عارفين مع الحمل المراه لي دون تاعها كيوليو فريمون فراجيل، يعني كاين لي سونسيبل، يعني كي تبروسي لي دون كي كيما نقولوا ساسين اون فات كي تجرحوا سنانها. كاين ان فيزيت كيما نقول لكم عند الدونتيست، يعني ينصحكم كامل. وثاني كاين لو بريبا تاع لا غروسيس. شنو هي البريبا تاع لا غروسيس؟ سواء افيك اون ساج فام ليبرال، يعني اون ساج فام تروحوا ليها تبريبا عليكم لا غروسيس، سواء ساج فام في لا بي ام اي، سواء لو بريبا دو لا غروسيس يعني في لوبيتال. نتوما وليكم الاختيار، عندكم 7 حصص. واش مع واش هما هذوما 7 حصص؟ يعني كتروحوا عند هذيك لاساج فام، راح تبريباريكم كيفاش حتكون لاكوشمون، راح تشرح لكم كامل كيفاش حتكون لاكوشمون. واذا عندكم دي دولور او با دو دوز، راح تعطي لكم نصائح، وراح دير لكم دي زيكزيرسيس. وشنو كاين دي ساج فام كيديروا لا بيسين؟ حنا راكم عارفين لا بيسين ما نقدروش نروحوا لا بيسين، لانه انا وين نسكن يعني لا بيسين مخلطه ما بين الرجال ونساء، ولازم ما يدبا، يعني باش نروحوا ما يدبا راكم عارفين مع الحجاب وكامل. صافي انا ما درتش لا بيسين، ولكن دير دي زيكزيرسيس وتبدا تهضر ليكم على لاكوشمون كيفاش يجي، الوجع تاع الزياده كيفاش يجي. ويعني سبحان الله لقيت واش الهضره يعني اللي هضرت عليه كامل لا ساج فام قبل الولاده. يعني لو جور دو اللي جاني فيه الوجع باش نروح نولد، يعني سيتي اكزاكتومون يعني باغي واش كانت تقول. وثاني يعني اذا عندكم شي اي سؤال ولا خايفين من اي حاجه حبيتوا زعما تسالوه، يعني حتلقاو هذيك لا ساج فام. نتوما كيما قلت لكم ليكم الاختيار، سواء لا ساج فام، سواء تروحوا لوبيتال ديروا مع ان جروب، سواء ساج فام. يعني هذوما ال7 حصص بيان سور 100% رومبورسي. وثاني يعني في كي توصلوا شهر 9 ولا شفتوا لا غروسيس تاعكم سيت اون غروسيس ريسك، تقدر اون ساج فام تجي للدار باش دير مونيتورينغ. وشنو هو مونيتورينغ؟ هي تحط لكم لي سوند في لو فونتر تاعكم، يعني وكتسمع نبضات القلب تاع الطفل، يعني واذا كان القلب تاعو ينبض مليح.
مونيتورينغ هذاك عندكم خطره في الاسبوع تجي لا ساج فام تجي حل داركم و بيان سور الي رومبورسي 100% لا سيكوريتي سوسيال. البنات راني حاسه بروحي هضرت بزاف وطولت في لا فيديو. المهم نحبس لا فيديو تاع اليوم هنايا. جيسبر كو تكون عجبتكم بيان سور. ما حاش تكون اخر فيديو على على لا غروسيس. واذا عندكم شي سؤال ولا اي حاجه خلوها لي في التعليقات باذن الله. راح نجاوبكم كامل على التساؤلات تاعكم. يا ربي قدرنا يا رب. ونقولكم تهلاو في رواحتكم. يا لا بروشين فيديو.